بعض الأفكار التي يدعو إليها المسيحيون، سواء كان مثلا فكرة التثليث أو ما شابه ذلك من الأفكار، يعتقدون أن المسيحيين مثلا مشركون، أن المسيحيين مشركون. لكن عندما ننظر في كتب اللاهوت المسيحي، المسيحية تصنف نفسها دينا توحيديا، وتحاول بطرق متعددة أن تنفي تهمة الشرك عنها، وتفسر فكرة الثالوث بطريقة أخرى. هل هذا نقبله أو لا نقبله؟ هذا محله للنقاش في كتب اللاهوت. لكن ما أريد الإشارة إليه هو أن عدم التعمق في مفهوم اللاهوت عند المسيحية والاكتفاء بظاهره يجعل حتى ربما بعض المسيحيين يعتقدون أن المسيحية تؤمن بآلهة ثلاثة منفصلة بعضها عن بعضها الآخر، وبالتالي يعتقدون أن المسيحية ديانة شركية، لكن المسيحية تعتبر نفسها ديانة توحيدية وترفض الشرك بأشكاله كلها.